السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. حددت عضو مجلس النواب سهيل السلطاني اليوم الأحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية. وقالت السلطاني في تصريح خاص إن عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق، منها رفع سعر الدولار الذي لا زالت الحكومة العراقية مصرة على إبقائه مرتفعاً، والسبب الثاني هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت بارتفاع الأسعار عالميا، والسبب الثالث هو عدم وجود حكومة دستورية في العراق واستمرار حكومة تصريف الأعمال في إدارة البلد والتي تجاوزت صلاحياتها عدة مرات. وأضافت أنه من واجب البرلمان أن تكون له وقفة جادة للضغط على الحكومة لإيجاد حل لمشكلة ارتفاع الأسعار، وبما أنها حكومة تصريف أعمال فلن يستطيع البرلمان مطالبة بأقالتها لأن مهامها انتهت ومن المفترض تشكيل حكومة جديدة.